إذن مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مجددا. إذن يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذه الأثناء مجلسا للوزراء خصص لدراسة عدة ملفات، وذكرت رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون يترأس في هذه الأثناء اجتماعا لمجلس الوزراء رقم 11، ويتضمن جدول الأعمال في هذا الاجتماع دراسة عدد من النقاط ذات الصلة بقطاعات التعليم العالي، البحث العلمي والصيد البحري والمنتجات الصيدية وكذلك المالية والطاقة والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية والتجارة وتطوير الوضعية الصحية المرتبطة بجائحة كورونا في الجزائر. إذن نعود فقط نذكر ب الاجتماع تاع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء الذي يعقده الآن في هذه الأثناء رئيس الجمهورية، والذي خصص لمناقشة عدة يعني ملفات ذات صلة بالتعليم العالي البحث العلمي وقطاعات أخرى اللي عندها علاقة بالاقتصاد والتنمية وغيرها. إذن بين المسائل كذلك التي تناولها الرئيس في هذا المجلس الوزراء رقم 11 هو يعني الوضعية الصحية في الجزائر، ومدام نحن نتكلم على جائحة كورونا وبداية رفع الحجر في بعض الولايات، الرفع الكلي والرفع الجزئي كذلك في ولايات أخرى بتمديد يعني توقيت الحجر إلى 8 مساء من بداية الخامسة صباحا. كذلك هناك من المؤسسات الجزائرية من تستعد لما بعد الحجر الصحي، هناك كثير من المؤسسات تستعد لما بعد الحجر الصحي وبعد الحظر الجوي الذي ضرب على أسطولها، والحديث بطبيعة الحال على الجوية الجزائرية اللي دارت مخطط ونشط مسؤولوها اليوم ندوة صحفية للإعلان عن الإجراءات المتخذة خلال الحجر وحتى استعدادا لرفع الحجر الذي نتمناه أن يكون قريبا. إذن معايا السيد أمين أندلسي المكلف بالإعلام في الجوية الجزائرية، مرحبا بك سيد أمين. السلام عليكم أخي الطاني. وعليكم السلام. إذن سيد أندلسي، اليوم نشطتوا ندوة صحفية أعلنتم فيها على مخطط الجوية الجزائرية خلال الحجر وبعد الحجر كذلك، هل يمكن يعني تعطينا شوية تفاصيل في الموضوع؟ أود أولا نعمل برك ملاحظة أنه كان هناك اليوم لقاء بين الخطوط الجوية الجزائرية والصحافة الوطنية. نعم. هذا اللقاء كان يوم تعليمي قامت به الخطوط الجوية الجزائرية، عنده هدفين. الهدف الأول أنه يكون عندنا ربط بيننا وبين الصحافة الجزائرية في إعطاء المعلومة الدقيقة والحقيقية، والهدف الثاني هو أنه نعطي البروتوكولات اللي قمنا بها خلال فترة الحجر الصحي والبروتوكولات اللي راح نقوم بها بعد الحجر الصحي. هاو باش نحطك في الصورة الأولى. نعم. فيما يخص اليوم الإعلامي، الخطوط الجوية الجزائرية كنا لاحظنا أنه الصحافة كانت في واد والخطوط الجوية الجزائرية في واد، لأنه قررنا نعملوا أيام إعلامية بيننا وبين الصحافة. هذا يسمح لنا حنايا نعطي المعلومة للصحافة، والصحافة عندها المصدر الحقيقي. فيما يخص الجانب الثاني وهو أنه كانت هناك ديزيكسبار تاعنا في مجال الصيانة، قاموا بإعطاء درس واضح شامل وكافي للحضور من خلال هذا الدرس هذايا، بينا لهم وش عملنا في فترة الحجر الصحي فيما يخص الأسطول الجوية الجزائرية المتكون من 56 طائرة. هذا الأسطول كانت فيه عملية صيانة تامة وشاملة. نعم. من خلال بروتوكولات مقررة من عند المصنعين، من عند لي كونستركتور اللي هما بوينغ إيربوس وآتيير. في خلال الحجر الصحي احنا استثمرنا في هذا الحجر الصحي ودرنا جدولة صيانة لكل طائرات تاعنا. طيب سيد أمين، معذرة. نعم. فقط باش ما نوليوش للواد، باش ما نبقاوش انت في واد والجوية الجزائرية في واد
والصحافه كما قلت في واد اخر. نبقاو فقط في الاجراءات هذه تاع الصيانه المتخذه، هل هي اجراءات صيانه يعني عندها علاقة بالجانب الميكانيكي والجانب التقني وكذا، أم أنها إجراءات صيانة عندها علاقة كذلك بجانب التحضير ل يعني استعدادا لهذا الوباء يعني أو هذا المستجد في العالم اليوم؟ هو جانب ميكانيكي وصحي في آن واحد، صحي بالنسبه للمسافرين تاعنا اللي حين ان شاء الله عندما يعطونا الضوء الاخضر ونقوم والحجر ويسمح لنا بالاستغلال من الاستغلال الطيران، نكون احنا في اتم الاستعداد لاستقبال الزبون تاعنا. طيب الان وش هي الاجراءات هذه المتخذه فرضا انه بعد شهر جويلية او منتصف شهر جويلية سيتقرر يعني السماح لكم ببداية استغلال او الاستغلال، وش هي الاجراءات هذه التي ستتخذ للمحافظة على صحة المواطن؟ عندما يكون يعطونا الضوء الاخضر فيما يخص الجانب الميكانيكي، الاسطول الجزائري على اتم الاستعداد، كل الطائرات عاودت قمنا بصيانة تامة لها، حيث ما مكون كاين هناك اكثر من 16 طائره من نوع بوينغ ان جي عاودنا المقصوره تاعها وعاودنا لسياج في حله جديده. فيما يخص الجانب الصحي، الخطوط الجويه الجزائريه على المستوى الداخلي قامت ببروتوكول مسمى بروتوكول السلامه والامان. هذا البروتوكول يسمح ونرافق فيه الزبون تاعنا من اول لحظه، اي وين من اليوم اللي يجي يشتري فيه تذكره الى غايه نزوله من الطائره. نعطيك على سبيل المثال اخ سلطاني، انه اليوم اللي يود فيه الزبون يجي يقتني التذكره في وكاله الخطوط الجويه الجزائريه، هناك جمله من الاجراءات، اجراءات صحيه الا وهي نقيسوا له درجه الحراره قبل ما يدخل الوكاله تاعنا، نفرضوا تباعد اجتماعي، يكون عازل واقي بين الزبون وبين الفرونت اوفيس اللي تبيع له التذكره، اجباريه الكمامه داخل الوكاله تاعنا نفرضوها. اما فيما يخص يوم تنقله نعطوا له موعد لياتي فيه المطار، وبالنسبه لي كي يكون داخل الطائره تاعنا هناك ايضا عده اجراءات، الا وهي نوزعوا له المطهر الجيل الكوليك، نعطوا له ايضا هناك من الجانب التقني كاين لو فلتر ايبا، الفلتر هذايا الا وهو مصفات تنقي الهواء على درجه عاليه اكثر من 99% تنقيه الهواء، ويكون هذا الهواء هذا تنقية تاعو كل 2 إلى 3 دقائق، حيث نقدر نقول لك اللي الهواء هذا يكون صافي على الهواء اللي يكون في المنزل تاعك، والفلتر هذا المصفات هذه نصيبوها في غرفة العمليات وهو موضوع من طرف المصنع. طيب سيد أمين، أنا ما بقاليش معك كثير من الوقت، شوف أنت ذكرت واحد الكلمة مهمة جدا وكل الجزائريين يعني عندهم اهتمام خاص بهذه العبارة اللي قلتها، قلت الموعد، قلت زبون نعطيه موعدا، هل اليوم الجوية الجزائرية بإمكانها تحدي رهان الموعد، لا بونكتواليتي، تحدي رهان الموعد؟ الموعد هو ثقافة بيننا وبين زبون. سمحني أستاذ أمين، علما أنه اليوم ما ظنيتش راح يسمح للزبون الجزائري أو الأجنبي أنه يقضي ساعات وساعات داخل يعني المطارات سواء عندنا في الجزائر أو في غيرها يعني. نعم قلت لك الموعد هو ثقافة، ثقافة من عندنا وثقافة من عند المواطن، احنا إن شاء الله نسيو كيفاش نكونوا في دقة في هاد المواعيد. إذن أستاذ أمين أندلسي أشكرك جزيل الشكر، أنت المكلف بالإعلام في الخطوط الجوية الجزائرية، ونتمنى أنه تكون هذا الأيام الإعلامية لمختلف المؤسسات الجزائرية حتى يعني ما يبقاش كما قال السيد أمين وسائل الإعلام في واد والمؤسسات هذه الإعلام أو المؤسسات المختلفة في الجزائر في واد آخر. إذن مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل النقاش مع السيد طاهر بونوار رئيس الجمعية الوطنية
للتجار والحرفيين. راح نحكيوا معاه على يعني بداية رفع الحجر الكلي والجزئي في بعض الولايات والتمديد وبعودة بعض الأنشطة إلى النشاط، كيف يشوف فيها سيد طاهر بولنوار. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل النقاش.